عبد الله، مهادك في قبرك عملك، وأعظم وأسعد مهاد لك في قبرك توحيدك وإيمانك، إعلان أن لا إله إلا الله في اعتقاد لمعناها وعمل بمقتضاها. أما مجرد قولها والعبد يدعو غير الله ويستحل ما حرم الله فلا تنفعه، فالمنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار، وعباد القبور يقولونها اليوم وهم من أكثر خلق الله. من قال لا إله إلا الله صادقا مخلصا أدخله الله الجنة، ومن قالها كاذبا حقنت دمه وأحرزت ماله وحسابه على الله. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأحسن الحسنات لا إله إلا الله، وخير ما قال نبينا والنبيون من قبله لا إله إلا الله. وإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، ومن ابتغى وجه الله عمل له. معشر الإخوة، عز الدنيا ونجاة الآخرة في لا إله إلا الله. ما قالها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفس كربه، ومن كانت آخر كلامه وجبت له الجنة. دعوة كل رسول ونبي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأجلها خلق الإنس والجن، وأنزلت الكتب، وأرسلت الرسل، وجردت السيوف للجهاد، وانقسم الناس إلى أبرار وفجار ومؤمنين وكفار، وقام سوق الجنة والنار. من قال لا إله إلا الله وحقق معناها نجا من النار، وإن دخلها لمعصية ارتكبها لم يخلد فيها.